فيجي دابه على الخط يروح مرقص شطه، يروح شطه داخل ما بين رجليه الاثنين، يقعوا يطلعوا بيض من الجير، الجمهور يقعد يضحك بره على المنظر. طول الماتش شطه عمل حوالي 15 فاول مع دابه ولغاه تماما. جينا بقى في الشوط المطلوب الشوط الثاني في اشاره مع حسن حمدي. حسن حمدي كان قائد بارع على فكره، جوه الملعب وبره الملعب. حسن حمدي كان لامم الفرقه بره الملعب كويس قوي، وجوه الملعب كنا كلنا بنسمع كلامه، بس هو كان بيجي عليا كتير على فكره، لان كل ما الكره تروح من هنا يا موني يا محسن ارجع، قطع نفسي كل شويه ارجع كل شويه ارجع. المهم مسكنا الكوره، جريت انا على الوينج رايت. بالمناسبه يا جماعه، هو كابتن محسن بيحكي كان بيقعد يقول لي برده كده، كان بيقطع نفسي، خلي بالكوا برده. اتفضل يا جماعه. هو ده اتعلمت كده. المهم قطعنا الكوره في ضغطه من الضغطات، جريت انا جت الرايه اتلعبت لي، لعبت الكوره بالعرض، دخل الخطيب وطاهر الشيخ حطوا الكوره جول. انا لغايه اللحظه دي وانا بكلمك مش عارف مين فيهم اللي جابها. اوفر اتلعب كوره عرضيه، مش اوفر، كوره على الارض، على الأرض. عرضيه من ورا قلوب الدفاع انا اللي عملتها. فالخطيب وطاهر وكابتن طاهر دخلوا، كابتن خطيب وكابتن طاهر دخلوا في العمق، الاثنين عملوا تاكلينج على الكوره، مش عارف الكوره في الشبكه. انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش مين فيهم، ما سالتش ولا كابتن طاهر ولا كابتن خطيب. ما هو ده كل واحد بيقول لك انا اللي جبتها. عارف الحاجات دي؟ صح صح، هيقول لك ده تحس بيا. وعلى فكره في اللحظات دي بتبقى فعلا هو متهيأ له ان انا اللي جبتها، هو اللي خبط الكوره الاول. وممكن ما يكونش هو، ممكن يكون واحد من ما كانش في فار ساعتها عشان نشوف، ما كانش في حاجه خالص ولا قط. المهم